لسه خارج من فيلم بيت الروبي، وبصراحة الفيلم جميل وبيناقش قضية مهمة، قضية السوشيال ميديا، وبصراحة استمتعنا جامد بالفيلم، والممثلين بصراحة كانوا كلهم كويسين. أنا لسه خارج من فيلم بيت الروبي، هو كان جميل جدا، وأحلى حاجة كانت الأغنية وكانت أحداثه حلوة، ما كانش بيزهق. يعني أفلام كتيرة شفتها كنت بزهق منها بسرعة، لكن لا، هو كان في كل مشهد كان بيبقى أحسن حاجة. فيلم حلو جدا، وأنا من محبين كريم عبد العزيز، والأحداث كلها حلوة ومشيقة، بتحس إن أنت عايز تستنى ومتشوق للأحداث اللي بعدها، بس الفيلم حلو جدا. هو فيلم جميل جدا ولذيذ، وطلعنا من المود، فكرته حلوة ويعني متماشية مع الوقت دلوقتي، الحياة اللي احنا فيها، السوشيال ميديا والسيئات بتاعتها والأضرار والحاجات الحلوة اللي فيها، فهو بيلم بكل حاجة. أدوارهم مع بعض لذيذة جدا، هم المجموعة كلها لذيذة جدا، حلوين جدا مع بعض، بصراحة كلنا خارجين مبسوطين. الفيلم خفيف قوي وعائلي كده ودمه خفيف، يعني كان حلو. لا، الفيلم حلو قوي، بيناقش كمان قضية السوشيال ميديا والحاجات دي، لطيف. يعني أكتر مشهد شدني مشهد الولادة، بصراحة كان تحفة. الفيلم لذيذ، والبنت الصغيرة دي عسل قوي وحلو، يعني تحس ان هو ظريف كده، اتبسطنا. يعني الفيلم لذيذ قوي، احلى حاجة فيه ان هو انا دخلت مفيش اي لفظ وحش، مفيش اي حاجة، اجتماعي، قصة جميلة جدا بتاعت اللي احنا فيه، ان السوشيال ميديا هي اللي مبوظة الدنيا، بس والابطال بتوعه يعني لذاذ، بنموت فيهم كلهم. لا، هو فيلم هادف بصراحة، يعني بيعرفنا بقى نوقف بقى اللي احنا فيه شوية يعني. والبنوتة الصغيرة لذيذة قوي، هي جديدة، انا اول مرة اشوفها، بس يعني عارفة تعمل دورها بهدوء. لا، هي البنت لذيذة وهادية ورقيقة قوي. يعني هو كل الابطال بصراحة يعني كل واحد عامل دوره حلو قوي وصح قوي، والقصة بصراحة قصة رائعة، عجبتني قوي. فيلم جميل جدا بصراحة، يعني ممتاز فوق الممتاز. كريم عبد العزيز أسطورة يعني من غير كلام، وكريم محمود عبد العزيز برضو ما شاء الله. الفيلم بسم الله ما شاء الله، يعني محقق إقبال شديد جدا، وفيلم روعة فوق الخيال. هو فيلم جميل، بيتكلم طبعا عن تجربة اجتماعية حلوة على اللي غير طبعا السوشيال ميديا، بيتكلم عن الموضوع ده برضو، الموبايلات برضو حاجة برضو لاهية الشعب والكلام دوت، بعيداً برضو عن أي إسفاف، كانت تجربة اجتماعية جميلة يعني. وكل طبعاً التوفيق طبعاً للأستاذ كريم عبد العزيز والأستاذ كريم محمود عبد العزيز، وفيلم بأمانة يعني متعنا يعني، وكان كويس جداً والله. فيلم بيت الروبي حلو، بيناقش قضايا مهمة خصوصاً السوشيال ميديا والليلة دي كلها.